عبد الله من مينا؟ السعودية. عبد الله زي... أم أمير. أيوه أم أمير. أهلا بيكو، أهلا بيكو، منورنا. حياك الله. أنت اللي منور، ربنا يخليك يا رب. طب تختاروا رقم؟ أربعة. الرقم أربعة، حلو. الرقم أربعة. طيب عايزين نكسب ها؟ إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. جاهزين؟ طيب إن شاء الله جاهزين. أوكي تايم. لما يبقى في شيء ثقيل عكسه إيه؟ لما يبقى خفيف عكسه، عكس كلمة ثقيل خفيف، صح؟ أوكي خفيف. طيب حيوان من القوارض دايما بيأكل جوز، جوز صغير كده. سنجاب. برافو عليكي. أوكي في عندنا آسيا وأفريقيا، ايه بقى الدول التانية اللي فيها المانيا واسبانيا وكده، قارة اسمها ايه؟ اوروبا. 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 برافو عليك. طيب لما بيبقى شخص بتأتمنه على سر بتقول الشخص ده كاتو. لا انت بتأتمنيه على سر. امين 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 امين. او اكتر بس. بس بس. اوكي طيب لما بتبقى انت في الشغل ومزبط كل حاجة بتقول مثلا للرئيس، بتقول له كل حاجة تحت ايه؟ تحت السيطرة. برافو عليكي. اوكي اسمه ايه الكتاب اللي بنطلع منه معاني الكلمات؟ معجم. معجم. برافو عليكي. اوكي اسمها ايه ده السؤال ده لأم أمير، البطاطس لما بتسلويها وبعد كده تقعدي تفحصيها يعني تهرسيها اسمها بطاطس ايه؟ مهروسة. او هحسبها لك مهروسة. خلاص اوكي تمام. اوكي لما بيبقى فيه اتنين من الفنانين بيغنوا مع بعض أغنية بنسميها أغنية ديوتو إيه؟ ديوتو. ديوتو. برافو عليكي. أوكي اسمه إيه الكوبري اللي الناس بتمشي عليه عشان تعدي الطريق، بنسميه إيه؟ معبر إيه؟ جسر. جسر. أيوة جسر. إيه؟ طبعا. جسر. طريق. لا الناس بس هم اللي بيعدوا عليه، مش مش عربيات. بس بس. أوكي بس. لقب عبد الوهاب الفنان محمد عبد الوهاب الملحن والموسيقار. موسيقار ايه بقى؟ موسيقار الاجيال. برافو عليك. اوكي الجائزه بتاعت مهرجان كان عباره عن ايه؟ خلص الوقت بس برافو عليكم 8000 ريال، 1000 مليون مبروك. مبروك عليكم. شكرا يا احمد. شكرا يا احمد. شكرا. العفو. عفوا. شكرا. طب عشان تعرفوا بس ان مش سيرين لوحدها اللي بتكسب، احمد فهمي جالكوا وهيكسبكوا اكتر من سيرين. لا انا وهي زي بعض.